تعالوا نشوف برضو المؤتمر الصحفي للكابتن إيهاب جلال بعد المباراة قال إيه ونرجع نكمل كلامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أتكلم الأول على الماتش. ماتش جيد، بدينا بداية جيدة. أول تلت ساعة أو 25 دقيقة كنا مسيطرين على يعني ضغطين على النادي الزمالك في أول 25 دقيقة، وبعدين خلال ال 20 دقيقة التانية الزمالك جاله فرصتين كانت غلطتين مننا، مش نتيجة سيطرة، لكن طبعا الزمالك فريق كبير ومعاه لعيبة كبار ومعاه جهاز فني جديد وعدد من اللعيبة كبير جدا. شوط تاني بدينا شبه كده شوية، لكن تراجعنا شوية ورا، دينا فرصة للزمالك انه يبقى في نص الملعب ماسك كرة كتير من الوقت، وابتدوا يعملوا كور بقى يعني طولية او كور عرضية. دي اغلبية الحاجة، ما فيش حاجة حصلت غير كورة او كورتين نزلوا للاعيب نادي الزمالك، واحمد شال كورة مهمة جدا وقال لنا فرصة او فرصتين. وانا بشكر لعيبة على الاداء وعلى الروح وفي ظل الظروف اللي احنا فيها، وبشكر برضو لعيبة نادي الزمالك وجهازهم على الروح الرياضية وان الماتش طلع بشكل جيد. يعني بعض اللعيبه اللي لسه اول مره تلعب بقى لها مده، زي عمار، زي حاتم سكر بيلعب ضد النادي اللي فات ولعب ماتش 90 دقيقه الماتش اللي فات، كل دول كانوا مريحين. عبد الرحمن راجع من راحه كبيره وبعدين جه لعب 90 دقيقه الماتش اللي فات. نادر عامل مجهود كبير الماتش اللي فات. وسط الملعب نفس الكلام، بلعب ايريك المره دي في نص الملعب عامل مجهود كبير جدا. بيومي نفس الكلام، كان بقاله مدة ما بيشتغلش، يمكن في 2-3 لعيبة اللي كانوا بيلعبوا أساسي على طول. عصام ما كانش بيلعب ولعب ماتشين ورا بعض، فأدوا أداء جيد يعني خافوا شوية على إن إحنا ما نتغلبش، لكن الزمالك برضو أجبرنا إن إحنا الكور على طول، إن إحنا بنعمل كورة على عبد الرحمن، فعبد الرحمن بياخدها ويروح للنص الثاني، فبتبقى شبه الهجمة المرتدة. عبد الرحمن ساعات بقى ما بيصبرش عليها أو بيستعجل في القرار، وهو ضاع كرة الساعي عملها له، فده اللي كان خلى الماتش ان الفرقة ما تقدرش تعمل انها تطلع وتستقر في نص الملعب الثاني. لكن ما كانش في حاجة، يعني كنا قافلين كويس في نص الملعب والديفنس، واللعيبة عملت يعني مباراة جيدة بغض النظر عن النتيجة. يعني عجبني انه إدارة الإسماعيلي سايبة الكابتن إيهاب جلال يشتغل، سايبة ياخد حريته، والراجل بيعرف يشتغل، بيعرف يشتغل على الأسماء اللي مش كبيرة كمان، بيعرف ينور الأسماء القديمة اللي بعدت عن الصورة. أتصور لو فضل شوية استقرار أكبر في الإسماعيلي كابتن إيهاب جلال ممكن يحقق نجاحات مع النادي الإسماعيلي.